شبكة فينيان الإعلام. كان يا مكان في بعيد البلدان ملك يسهر ولا ينام إلا على قصص الإنس والجان. وبلغني أيضاً أيها الملك السعيد أن الخصيب صاحب مصر كان له ولد يدعى إبراهيم. وحدث في يوم من الأيام أنه قد رأى في كتاب صورة امرأة تكاد أن تنطق ولم ير أحسن منها على وجه الأرض، فسلبت عقله وأذهلت لبه. فقرر إبراهيم بن الخصيب السفر باحثاً عن صاحب الصورة والمرأة، ولم يخبر أحداً من أهل مملكته. وعندما وجد إبراهيم أبا القاسم أخبره الأخير حكايته مع صاحبة الصورة، فقال له إنها ابنة عمه جميلة، وأنها زاهدة في الرجال وجبارة تبطش بكل من تسول له نفسه التقدم لخطبتها، إلا أن فتى جميلا مثل إبراهيم قد يستطيع أن يوقعها في شباك غرامه. فعرض عليه أبو القاسم أن يساعده في الوصول إليها. فنهض إبراهيم ونزل في المركب الذي سيأخذه إلى جميلة، وودع أبا القاسم وسار حتى وصل إلى البصرة. فأخرج إبراهيم 100 دينار للملاحين، فأخبروه أنهم أخذوا الأجرة من سيدهم. خذوها إنعاما، ولن أخبر سيدكم بذلك. فأخذوها منه ودعوا له. ثم دخل إبراهيم البصرة وسأل عن مسكن التجار، فدلوه على خان يسمى خان حمدان. فمشى حتى وصل إلى السوق الذي فيه الخان، فامتدت إليه الأعين بالنظر من فرط حسنه وجماله. ثم دخل الخان مع رجل ملاح وسأل عن البواب، فدلوه عليه فرآه شيخاً كبيراً مهيباً. يا عم، هل عندك حجرة ظريفة؟ فابتسم له ثم أخذه هو والملاح وفتح لهما حجرة ظريفة مزركشة بالذهب. فأخرج إبراهيم له 2 دينار فأخذهما ودعا له. وأمر إبراهيم الملاح بالعودة إلى المركب، ثم دخل الحجرة فبقي عنده بواب الخان وخدمه. يا سيدي، حصل لنا بك السرور. خذ هذا الدينار وهات لنا به خبزاً ولحماً وحلوى وشراباً. فأخذه وذهب به إلى السوق، ورجع إليه وقد اشترى ذلك 10 دراهم وأعطاه الباقي. اصرفه على نفسك. ففرح البواب بذلك فرحاً عظيماً. ثم إن إبراهيم أكل مما طلبه قرصاً واحداً بقليل من الإدام، فنادى على البواب وقال له: خذ هذا إلى أهل منزلك. فأخذه وذهب به إلى أهل منزله. ما أظن أن أحداً على وجه الأرض أكرم من إبراهيم الذي سكن عندنا في هذا اليوم، ولا أحلى منه، فإن دام عندنا حصل لنا الغنى. واليوم التالي دخل بواب الخان على إبراهيم فرآه يبكي، فقعد وصار يكبس رجليه.
يا سيدي، لأي شيء تبكي؟ لا أبكاك الله. يا عم، أريد أن أشرب أنا وأنت في هذه الليلة. فقال سمعا وطاعة، فأخرج له إبراهيم صرتين، في كل واحدة منهما 5 دنانير. اشتري لنا بهذه فاكهة وشرابا، واشتري لنا بهذه نقلا ومشموما، وخمس فراخ سمان، وأحضر لي عودا. فخرج واشترى له ما أمره به، ثم ذهب به إلى زوجته. يا زوجتي، ضعي هذا الطعام وصفي لنا هذا الشراب، وليكن ما تصنعينه جيدا، فإن هذا إبراهيم قد عمنا بإحسانه. فصنعت زوجته ما أمرها به على غاية المراد، ثم أخذه ودخل على إبراهيم بن السلطان، فأكل وشرب وطرب. فأنشد إبراهيم: يا صاحبي، لو بذلت الروح مجتهداً وجملة المال والدنيا وما فيها وجنة الخلد والفردوس أجمعها بساعة الوصل، كان القلب شاريا. ثم شهق شهقة عظيمة وخر مغشيا عليه. فتنهد بواب الخان، فلما رآه أفاق قال له: يا سيدي، ما يبكيك؟ ومن هي التي تريدها بهذا الشعر؟ فإنها لا تكون إلا ترابا لأقدامك. فقام إبراهيم وأخرج بقجة من أحسن ملابس النساء. خذ هذه إلى حريمك. فأخذها منه ودفعها إلى زوجته، فأتت معه ودخلت على إبراهيم، فإذا على وجهه ملامح الحزن. فتت أكبادنا، فعرفنا بأي مليحة تريدها. يا سيدتي، اعلمي أني أنا ابن الخصيب صاحب مصر، وإني متعلق بجميلة بنت أبي الليث. الله الله يا ولدي، اترك هذا الكلام لئلا يسمع بنا أحد فنهلك، فإنه ما على وجه الأرض أجبر منها، ولا يقدر أحد أن يذكر لها اسم رجل، لأنها زاهدة في الرجال يا ولدي، اعدل عنها لغيرها. عليك بمساعدته، فهو قد أنعم علينا. ما لي سوى روحي، فأنا أخاطر بها في هواك، وأدبر لك أمرا فيه بلوغ مرادك. فلما أصبح الصباح دخل إبراهيم الحمام ولبس حلة من ملبوس الملوك، وإذا بواب الخان هو وزوجته قدما عليه. يا سيدي، اعلم أن هنا رجلا خياطا أحدب، وهو خياط السيدة جميلة، فذهب إليه وأخبره بحالك، فعساه بذلك على ما فيه وصولك إلى أغراضك. فقام إبراهيم وقصد دكان الخياط الأحدب، فدخل عليه فوجد عنده 10 فتيان كأنهم الأقمار، فسلم عليهم فردوا عليه السلام وفرحوا به وأجلسوه وتحيروا في محاسنه وجماله. فلما رآه الأحدب اندهش عقله من حسن صورته. أريد أن تقيط لي جيبي. فتقدم الخياط وأخذ فتلة من الحرير وخاطه، وكان إبراهيم قد فتقه عمدا. فلما خاطه أخرج له إبراهيم 5 دنانير، أعطاها له
وانصرف إلى حجرته. ها؟ أي شيء عملته لهذا الفتى حتى أعطاني 5 دنانير؟ ثم بات الخياط ليلته يفكر في حسنه وكرمه. فلما أصبح الصباح ذهب إبراهيم إلى دكان الخياط الأحدب مجدداً، ثم دخل وسلم عليه فرد عليه السلام وأكرمه ورحب به. يا عم، خيط لي جيبي فإنه فتق ثانياً. على الرأس والعين يا ولدي. ثم تقدم وخاطه فدفع له 10 دنانير، فأخذها وصار متعجباً من حسنه وكرمه. والله يا بني، إن فعلك لا بد له من سبب، وما هذا خبر خياطة جيب؟ ولكن أخبرني عن حقيقة أمرك. يا عم، ما هذا محل الكلام؟ فإن حديثي عجيب وأمري غريب. إذا كان الأمر كذلك فقم بنا. ثم نهض الخياط وأخذه بيده ودخل معه حجرة في داخل الدكان. ها يا ولدي، حدثني ماذا تريد؟ فحدثه بأمره من أوله إلى آخره فعجب من كلامه. يا ولدي، اتق الله في نفسك، فإن التي ذكرتها جبارة زاهدة في الرجال، فاحفظ يا ولدي لسانك، وإلا فإنك تهلك نفسك. فلما سمع إبراهيم كلامه لزم ذيل الخياط. أجرني يا عم، فإني هالك وقد تركت ملكي وملك أبي وجدي، وصرت في البلاد غريبا وحيدا ولا صبر لي عنها. فلما رأى الخياط ما حل به رحمه. يا ولدي، ما عندي إلا نفسي، فأنا أخاطر بها في هواك، فإنك قد جرجرت قلبي، ولكن في الغد أدبر لك أمرا ليطيب به قلبك. فدعا له وانصرف إلى الخان. ولما أصبح الصباح لبس إبراهيم أفخر ثيابه وأخذ كيسا فيه دنانير وأتى إلى الأحدب فسلم وجلس. قم في هذه الساعة وخذ 3 فراخ سمان وثلاث أوراق من السكر النبات وكوزين لطيفين، واملأهما شرابا، وخذ قدحا وضع ذلك في كارة، ثم انزل بعد صلاة الصبح في زورق مع ملاح، وقل إنك تريد أن تذهب تحت البصرة، فإن قال لك إنه لا يقدر أن يتجاوز أكثر من فرسخ فرغبه بالمال حتى يوصلك. إذا وصلت فأول بستان تراه فإنه بستان السيدة جميلة، فإذا رأيته فاذهب إلى بابه، ترى 2 درجتين عاليتين عليهما فرش من الديباج، وجالس عليهما رجل أحدب مثلي، فاشكو إليه حالك وتوسل به، فعساه أن يرضي لحالك ويوصلك إلى أن تنظرها ولو نظرة من بعيد، وما بيدي حيلة غير هذا. وأما إذا لم يرثي لحالك فقد هلكت أنا وأنت. هذا ما عندي من الرأي، والأمر إلى الله تعالى. فقام إبراهيم من عند الخياط الأحدب وذهب إلى حجرته وأخذ ما أمره به في كارة لطيفة. ثم إنه لما أصبح جاء إلى شاطئ الدجلة، وإذا هو برجل ملاح نائم فأيقظه وأعطاه 10 دنانير. تحركوا
خذني إلى تحت البصرة. يا سيدي، بشرط أني لا أعدي أكثر من فرسخ، وإن تجاوزته شبرا هلكت أنا وأنت. فأخذه وانحدر به، فلما قرب من البستان قال: يا ولدي، لا أقدر أن أتجاوز هذا الحد، فإن تعديت هلكت أنا وأنت. فأخرج إبراهيم له 10 دنانير. خذ هذه نفقة لتستعين بها على حالك. سلمت أمري لله تعالى. وانحدر به. فلما وصل إلى البستان نهض إبراهيم من فرحته ووثب من الزورق وثبة مقدار رمية رمح ورمى نفسه، فرجع الملاح هاربا. ثم تقدم إبراهيم فرأى جميع ما وصفه له الخياط الأحجب من البستان، ورأى بابه مفتوحا، وفي الدهليز سرير من العاج جالس عليه رجل أحدب لطيف المنظر، عليه ثياب مذهبة، وفي يده دبوس من فضة مطلي بالذهب. فنهض إبراهيم مسرعا وانكب على يده وقبلها. من أنت؟ ومن أين أتيت؟ ومن أوصلك إلى هنا؟ وأدرك شهرزاد الصباح، فسكتت عن الكلام المباح.